تم إنجاز هذا الممر فوق أرضي في إطار اتفاقية شراكة بين كل من وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال وولاية طنجة تطوان الحسيمة وعمالة فحص أنجرة ووزارة التجهيز والماء ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وكذا الوكالة الخاصة طنجة المتوسط بالإضافة إلى باقي الشركاء، حيث يتواجد هذا الممر فوق أرضي في ملتقى الطريق الوطنية رقم 2 والطريق الإقليمية رقم 4613 مع الطريق السيار A4، ويصل طوله إلى حوالي 470 متر بكلفة مالية تناهز عن 90 مليون درهم، ويضم ممرين في كل اتجاه مع خلق مساحة خضراء بالإضافة إلى الإنارة العمومية وكذا توسيع الطريق الوطنية رقم 2. وانتهت الأشغال في هذا المشروع قبل المدة المحددة بفضل التتبع الميداني للسيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل إقليم فحص أنجرة وكذا اللجنة التقنية، ولا ننسى المقاولة التي سخرت جميع الموارد والآليات. سيمكن هذا المشروع من تحسين سلاسة حركة المرور وتخفيض الضغط على مدخل طنجة تزامنا مع الموسم الصيفي ودخول مغاربة العالم.